عبر الهاتف من أبو ظبي معي محمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة الاتحاد. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. طبعا هذا ليس أول مؤتمر بهذا الإطار تحضرونه، ودائما تركيز إن كان إعلاميا فكريا أمنيا عسكريا أهمية التصدي للإرهاب. ما أكثر ما لفتك بهذا الاجتماع، وما أهميته بالوقت الراهن وبقيام هذه الدول إن كان الإمارات، السعودية، مصر، البحرين بالتصدي فعلا ضد إرهاب دول؟ نعم، مساء الخير. أولا أهلا هذا وسهلا. الاجتماع الرابع للدول الأربع، وأنا أعتقد أهمية الاجتماع تكمن في أن أهدافه واضحة حقيقة، وهو محاربة الإرهاب ودور الإعلام في ذلك. بلا شك أن هناك وسائل كثيرة وهناك جبهات كثيرة لمكافحة الإرهاب ومواجهة هذه التطرف العنيف حقيقة الذي أدى إلى الإرهاب في العالم. فبالتالي اليوم خيار المواجهة الإعلامية هذا خيار مهم جدا، والدول الأربع حقيقة الجيد في عملها وفي تحركها أنها متناسقة ومتناغمة ولديها الهدف نفسه نحو أولا مكافحة التطرف والشيء الثاني محاربة الإرهاب. ونحن نعرف أن الإرهاب سببه هو التطرف الفكري الذي يؤدي إلى الحالة التي نعيش فيها. يعني بالتالي أنا أعتقد اليوم الاجتماع الذي كان بالأمس كان يناقش آليات مواجهة التطرف والإرهاب في منطقتنا. والمهم حقيقة ربما أن هذه الدول الأربع، يعني وخصوصا ربما المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين كذلك، هذه الدول تمتلك أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وبالتالي عملها على مكافحة الإرهاب وإيجاد برامج و يعني رسائل إعلامية لمواجهة الإرهاب، أنا أعتقد هذا شيء تأثيرات. طيب، بهذا التوقيت عندما نتحدث عن فترة يتم التصدي فعلا فيها على الأرض للإرهاب بكل أشكاله وعلى كل الصعد، تصدي سيد محمد، ما الذي يطرح، يعني من المهم يمكن أن نعرفه، ما الذي يطرح عند الحديث عن آليات؟ هو يعني النقطة المهمة حقيقة، وبالأمس يعني في الاجتماع نحن لاحظنا أن هناك جدية في البحث عن حلول عملية لمواجهة الإرهاب. حقيقة اليوم أنا أعتقد نحن تجاوزنا مرحلة الحديث عن الإرهاب وخطر الإرهاب، أصبحنا اليوم بحاجة إلى أدوات عملية وفعلية وواضحة تواجه الإرهاب. لذلك كان من الأفكار أن ربما تعقد ورش عمل أكثر للإعلاميين في هذا الموضوع، أن يكون هناك يعني منصة واضحة إعلامية تبرز وتكشف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الدول أو حتى المنظمات والجماعات الإرهابية. اليوم نحن بحاجة إلى كثير من التنسيق، كثير من العمل. اليوم حقيقة شاشاتنا التلفزيونية، صحفنا، مجلاتنا، إذاعاتنا يجب أن تكون يعني مرآة تعكس هذه الحرب على الإرهاب وتكشف كل ما يقوم به أو تقوم به الجماعات الإرهابية هنا وهناك في مختلف أطراف العالم. أنا أشكرك محمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة الاتحاد، كنت معي من أبو ظبي.